السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير. أنا اسمي عبد الله باعبود من مركز دراسات الخليج، وأعتذر لأنه رئيس الجلسة لم يتمكن من الحضور لارتباطات خارج الفندق الدكتور خالد الدخيل، فطلب مني منظم المؤتمر أن أدير هذه الجلسة، فإن شاء الله يكون تصبروا معي على هذا الشيء، لأن درت الجلسة السابقة وكن حابين يكون في أخ آخر يدير الجلسة، ولكن هذا اللي حصل. لدينا ثلاثة متحدثين في هذه الجلسة، اللي هي العلاقة ما بين الولايات المتحدة ودول الخليج. لدينا دكتور غسان وبكا وايزر وأسامة أبو أرشيد. استغلالاً للوقت، سيرتهم الذاتية موجودة في الكتيب، فأنا لن أعرفهم، ونطلب منهم أن يبدوا الحديث، لأن هذا الموضوع كثير مهم، العلاقة ما بين الولايات المتحدة ودول الخليج طبعاً علاقة محورية، علاقة استراتيجية، هنالك كثير من التحديات تواجه هذه العلاقة، كانت تحديات اقتصادية وهي مثلاً تمثل بقلة اعتماد أمريكا والغرب على النفط الخليجي، أو كان هذا أيضاً للحوار مع إيران البي 5 بلس 1، أو اختلاف في بعض السياسات في المنطقة، كان في سوريا ولا في العراق وغير هذا. فرغم استراتيجية هذه الخلافة هنا العلاقة، هنالك تحديات كثيرة تواجه هذه العلاقة، ومن ضمنها طبعاً التحدي الكبير اللي هو العلاقة أو التحدي ما بين في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي. فكل هذه التحديات راح نتحدث عنها في هذه الندوة أو في هذا البانل. فممكن أن نبدأ من تفضلوا من اليمين ولا من اليسار؟ من اليمين الدكتور غسان العزي. نعطيك 15 دقيقة إلى 20 دقيقة. أوكي، عندنا ساعة، أقل من ساعة، ف 15 دقيقة يا ريت، بعدين يكون في طرح الأسئلة والأجوبة بيكون أحسن. شكرا. يعني حضرة الرئيس عم يعطينا 15 دقيقة، وعلى كل ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنا بدي أحاول أكون مختصر، بعد الغداء تعبانين والجلسة شبه الأخيرة، فهذا سبب لنختصر. وبذلك يعني أنا ورقتي تغطي من الحرب الباردة إلى اليوم، فأول شيء بدي أحذف حلف الأطلسي من الورقة، لأنه حلف الأطلسي منذ العام 2004 مبادرة إسطنبول يعني لم تفضي هذه المبادرة إلى شيء يذكر أو يستحق النقاش. كمان يعني حرب الباردة سنتجاوزها، بس بنذكر أنه خلال الحرب الباردة كان في مبادئ، يعني مبدأ نيكسون، مبدأ كارتر، مبدأ ريغن إلى آخره، وكان الخليج بضمن هذه المبادئ كلها ضمن الاستراتيجية الأمريكية. يعني يمكن نقطة البدء الأفضل تكون هي الحضور الأمريكي العسكري المباشر بمنطقة الخليج إثر الغزو العراقي للكويت. يعني كمان من يعني بنذكر أنه بعد تحرير الكويت أبقت الولايات المتحدة على 200 ألف جندي أمريكي، وعمدت إلى توسيع قاعدتها البحرية بالبحرين، وصار في اتفاقات أمنية مع الدول، والسنترال كوماند صار بقطر إلى آخره. بالتسعينيات القرن الماضي، وهذا مجرد تذكير حتى أوصل للنقطة المركزية اللي بتهم الجميع بيعتبره، وهي أمن الخليج، الولايات المتحدة وأمن الخليج بعد الاتفاق النووي الإيراني. تصور هذا اللي أكثر ممكن يهم الجميع، ولكن للتذكير نقول أنه بتسعينيات القرن المنصرم يعني صار في راجة أطروحة صدام الحضارات والتهديد الإسلامي الذي حل محل التهديد الشيوعي في التفكير يعني في العقل الأمريكي، وصولاً إلى 11 سبتمبر 2001،
ويعني نظرا لوجود عدد من الإرهابيين 15 من 19 من جنسية سعودية صار في كلام عند المحافظين الجدد منشور لم يزل يعني فينا نطلع عليه اليوم حول إعادة العلاقة بالسعودية تغيير الأنظمة وإلى آخره، ولكن الفشل أو التخبط الأمريكي بالعراق أطاح بهذه المشاريع، لا بل أنه يعني عمل لمصلحة إيران. هناك من يقول بأن الانسحاب الأمريكي من العراق ترك خلفه رجال طهران بين مزدوجين في بغداد، يعني كانت طهران هي الرابح الأكبر من الغزو الأمريكي للعراق. طبعا يعني بدول الخليج في شعور انه هن عم يتحملون اخفاقات الامريكيين، وهذه الاخفاقات تكلم عنها امبارح جون شماير باسهاب، وكان واضح انه الامريكان يعني فشلوا في كل ما حاولوا القيام به من افغانستان الى العراق الى سوريا الى فلسطين وغيرها. وبالتالي دول الخليج او امن الخليج يعني يدفع او الهواجس يدفع ثمن التخبط الأمريكي في كل هذه الأمكنة. طبعاً وصول أوباما ومنعرف سياساته الانفتاحية وإلى آخره إلى البيت الأبيض، يعني كمان أوباما أخفق في كل ما أعلن من سياسات، ولكن نحن بهمنا أنه يعني ما كاد يصل إلى البيت الأبيض حتى يعني جاء الربيع العربي بال 2011 بعد مرور سنتين، وكان أوباما يسجل فشلاً ذريعاً في الملف الفلسطيني الذي وعد بتسويته. هذا كله ساهم في ردكلة الحركات الإسلامية. ويعني كمان خبرنا امبارح جون مشمار أنه يعني الحرب على الإرهاب أنتجت المزيد من الإرهاب، ورامسفيلد نفسه وزير الدفاع الأمريكي الأسبق قال بأنه حرب الولايات المتحدة على الإرهاب ساهمت في تقوية هذا الإرهاب وانتشارها على مستوى العالم. الربيع العربي أخاف أيضا دول الخليج لأنه تخلي أمريكا عن حليفها الأكبر حسني مبارك، وكل المشاريع والإعلان عن البيفوت تو إيجا استدارة نحو آسيا، وأنه عن استغناء عن النفط العربي، وكل هذه الأمور اللي ما بدي أوقف عندها. بهمني أنه المناخ المضطرب يعني بدأ في العام 2011 ووصل إلى ذروته في العام 2014، انتقادات سعودية علنية، انتقادات من مسؤولين بدول الخليج للولايات المتحدة بشكل علني، يعني حتى انه الرياض لم تتسلم مقعدها الدائم في مجلس غير الدائم في مجلس الامن احتجاجا على السياسه الامريكيه حيال المفاوضات النوويه مع ايران وحيال سوريا. دبلوماسيه اللحظه التي انتهجها اوباما اغضبت دول الخليج، وبالتالي وصلت الامور يعني الخلافات الى ذروتها بضواحي العام 2014. بس بنلاحظ انه خلال هذه الفتره الحضور الامريكي العسكري لم يتراجع لا بل تقدم، الانسحاب الامريكي من عده قواعد في العالم ومن اوروبا تحديدا كان لاسباب اقتصاديه، ولكنه لم يحدث في الخليج، بالعكس صار في تزايد. ايضا تجاره السلاح لم تتراجع ابدا. العام 2011 وقعت الرياض عقد مع واشنطن قيمته 33.4 مليار دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ مبيعات السلاح إلى آخره. يعني مناخ عدم الثقة هيدا لم يرافقه يعني بقي الطرفان الخليجي والأمريكي براغماتيان. صحيح أنه في استدارة أمريكية معلنة نحو آسيا، وصار في استدارة خليجية نحو آسيا أيضا روسيا والصين، ولكن أنا يعني واضح أنه مثل هذه الاستدارات لا تحدث بين عشية وضحاها، وهذا كان كلام. وبقي الخليجيون يعتمدون في أمنهم على الولايات المتحدة. بدي يعني مع حلف الأطلسي اتفقنا ما نحكي عنه، نوصل لأمن الخليج بعد الاتفاق النووي مع إيران، وهذه النقطة الأهم. يعني القلق واضح، قلق الخليجيين واضح من تنامي النفوذ الإيراني ومن توقيع الاتفاق. يعني في هواجس ربما يتضمن هذا الاتفاق بنودا غير معلنة أو حتى غير مكتوبة تعطي دورا أكبر لإيران في شؤون المنطقة، أو تزيد من نفوذها فيها في وقت يتراجع فيه الاهتمام بالمنطقة وفي تقدم لروسيا. يعني المحور الروسي الإيراني يتقدم، الأمريكي الغربي يتراجع. فالاتفاق النووي يعني في جزء منه مهم أيضا عدا هذا الهاجس، هو أنه
كمان يفتح مجال أو يقود حتما إلى فك عزلة إيران الاقتصادية على الأقل في العالم وحصولها في الوقت نفسه على عشرات المليارات بين 50 و 150 مليار دولار بحسب التقديرات وبحسب الخبراء من المبالغ المجمدة لها في التي سترفع، وأن هذه مبالغ سوف تساهم في تقوية حلفائها المحليين والإقليميين. يعني صحيح أنه الوضع الاقتصادي الإيراني سوف يتحسن بعد توقيع الاتفاق، أقله يعني بسبب عودة الموارد أو الأموال المحجوزة في الخارج، ولكن وهذا بتسبب جرعة أكسجين أكيد وتنشط الاقتصاد إلى آخره، وأنه في مستثمرين غربيين مهتمين، وأنه بدأ تدفق المستثمرين إلى إيران وفي بحث في مشاريع وإلى آخره، كل هذه أمور معروفة وأنه في تفاؤل. ولكن يعني كمان الوجه الآخر من هذه العملة أو التحليل الموضوعي الهادئ بعيداً عن الهواجس بيكشف مكامن، يعني أول شيء ضعف بنيوي في الاقتصاد الإيراني تحمل على الاعتقاد في رأيي بأن انتعاشه سوف يأخذ وقتاً طويلاً جداً. النمو قد يتقدم من 3 إلى 7 درجات بعد رفع العقوبات، ربما أمر مش مؤكد، ولكن هذا الرقم يبقى أقل من كاف لتخفيض نسبة البطالة البالغة رسمياً 10.3 بالعام 2014، ولكنها تقترب عملياً من 20%. ولا ننسى أيضاً بأن رفع العقوبات سوف يتم بشكل تدريجي كي تنفذ إيران التزاماتها أو بالتوازي مع تنفيذ إيران التزاماتها، وهذا مسار يمكن أن يتوقف أو يتجمد في أي لحظة بسبب خلاف ما حول تطبيق هذه الالتزامات، لا سيما مع الإدارة الأمريكية المقبلة ربما. الاقتصاد الإيراني من الاقتصادات النادرة في العالم التي لم تندمج بعد في الاقتصاد العالمي بسبب غياب الغربيين عنه، اقتصاد مدولاً وليس معولم. يعني صح عندها إيران موارد أولية، عندها 80 مليون نسمة في نفط غيره إلى آخره، ولكن حاجتها إلى الاستثمارات الأجنبية هائلة. فقط في قطاع الطاقة سوف تحتاج إلى ما بين 230 و 260 مليار دولار بالسنوات الخمس المقبلة، ولكن دون ذلك عقبات كثيرة رغم تفاؤل المتفائلين. في تقرير نشره البنك الدولي بسنة 2015 وضع هذا التقرير إيران في المرتبة 180 من أصل 189 في مجال التسهيلات أمام رجال الأعمال. يعني هذا الاقتصاد المدولن من دولة، يعني تدولن تحت حكم الإسلاميين في جماعات مرتبطة بالسلطة كالمؤسسات الدينية والباسداران والباسيج، أصبح لهم مصالح خاصة ويهيمنون على اقتصاد البلد، ولن يتخلوا بهذه السرعة عن امتيازاتهم فيسهلوا الانفتاح المطلوب لانتعاش الاقتصاد والدخول الأجنبي إليه. ومن المحتمل أن تبقى قطاعات اقتصادية عديدة مقفلة أمام الخارج، والأمور ستأخذ وقتاً طويلاً قبل أن تنجلي تماماً. يعني اللي بقصده أنا أنه قبل ما تصير إيران نمر خليجي على غرار النمور الآسيوية بسبعينيات القرن المصري حيكون في وقت طويل، واللي بده يتحول لنمر اقتصادي يعني كمان بده استقرار. إذا درسنا حالة النمور السابقة والدول التي تبزغ اليوم بنلاقي أنه الاستقرار السياسي الداخلي والإقليمي ضروري، بدليل أنه روسيا رجعت وقعت بأزمة اقتصادية بس اضطرب هذا الاستقرار بأوكرانيا بسبب التدخل بسوريا. يعني إيران إذا أرادت أن يعني تسير فيما يتوقع لها كثيرون يعني في طريق الانتعاش الاقتصادي، فإنها تحتاج لاستقرار داخلي واستقرار إقليمي أيضاً، وهذا يوفر فرصة لدول الخليج يعني لبناء منظومة أمنية مختلفة عما هو، يعني فرصة للتعاون أكثر مما يشكل ذلك تهديداً. في كارنيجي أنا دخلت عليها امبارح بالإنترنت كاتبين دراسة بتقول إنه الفرصة مفتوحة أمام نظام إقليمي أمني جديد بالخليج يضم إيران ويضم العراق أيضاً، وأنا أقول ينبغي أن يضم مصر لأنه كمان الأمن الخليجي هو أمن قومي عربي، وبالتالي ينبغي أن يكون دولة كبرى مثل مصر فيه، وأنه تكون الجامعة العربية كمان جزء منها. على كل بالنسبة للتطبيع مع الولايات المتحدة المقطوع من العام 79 سوف يأخذ وقتاً طويلاً كمان، لأنه في يعني في الاستطلاع للرأي أجرت مؤسسة بيو بيوليو تموز الماضي بيّن بأن الغالبية العظمى من الرأي العام الأمريكي ما تزال تبدي حذراً من التطبيع مع إيران، والجمهوريون موقفهم معروف رغم عدم تمكنهم من إعاقة الاتفاق النووي بالكونغرس ب10 سبتمبر الماضي، وحتى بعض الديمقراطيين يعني يبدون بعض الحذر. لهذا السبب
من غير المحتمل أن تضحي الولايات المتحدة بعلاقاتها الاستراتيجية القديمة مع دول الخليج العربي على قربان العلاقة مع إيران، والتي ستكون مشوبة بالحذر المتبادل لوقت يعني قد يمتد. دول الخليج، ما تخشاه دول الخليج هو الصعود الاقتصادي الإيراني الذي سوف يرفع من الميزانية العسكرية الإيرانية 2.30% من الناتج الداخلي الإجمالي بالعام 2014. لكن حتى في هذه الحالة سيكون من الصعب على طهران أن تخصص مبالغ توازي ما يمكن أن ينفقه جيرانها الخليجيون العرب. السعودية تخصص 10% من ناتجها الإجمالي الداخلي للإنفاق العسكري سنة 2014، يعني حوالي 4 أضعاف ما تنفقه إيران. والأمريكيون يفضلون 5 دقائق بعد. والأمريكيون على ما أعتقد يفضلون حصول تقارب سعودي إيراني يسمح لهم بتدعيم استراتيجيتهم في الخليج العربي على أساسين أو عمودين، كما كانت عليه الحال أيام الشاه. وإذا يعني حدث تحالف أمريكي إيراني فسيكون ظرفيا وفي مواجهة عدو محدد، داعش مثلا. الاتفاق النووي لا يجعل من إيران حليفة للولايات المتحدة، و يعني حلفاء الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية معروفين، السعودية وإسرائيل، مع اختلاف الحالة ما بين البلدين. في باحث فرنسي مهتم أساس بهذه المنطقة اسمه شارل فيليب ديفيد يقول، ربما مع قليل من المبالغة ولكن من المفيد أنه نقول شو عم بيقول، بأن انتهاء العلاقة الأمريكية السعودية يوازي في أهميته انتهاء حلف الأطلسي على سبيل المثال. يعتبر أنه نهاية التحالف الأمريكي السعودي يوازي نهاية حلف الأطلسي. هلأ بنناقش إذا كان عم ببالغ أو لا، ولكن حتى يكون في باحثين مختصين بالغرب يقولون هذا الكلام، هذا بدل قداش يعني العلاقة السعودية الأمريكية، ولو كانت السعودية حليف مزعج، إلا أنها تبقى مهمة بالنسبة للولايات المتحدة حتى لو استغنت عن النفط. هناك من يقول بأنه البيئة الحاضنة للإرهاب السعودي، بالعكس، وجود 15 إرهابي من ضمن 19، وجود بيئة حاضنة، وجود تطرف إلى آخره، هذا سبب لتدعيم العلاقة الأمنية الأمريكية السعودية وليس العكس، لأنه هذا عنصر يعمل في مصلحة تدعيم التعاون السياسي والاستخباراتي والأمني، وأن البديل عن النظام السعودي الحالي هو الفوضى على الطريقة السورية والتي قد تنتشر في كل دول الخليج العربي، وهذا خيار مرعب للولايات المتحدة ولكل حلفائها الغربيين. طيب هلأ ملاحظة، المراقب لا يفوت المراقب أنه بعد تنفيذ الاتفاق، بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني، لم يتقدم النفوذ الإيراني في المنطقة. باليمن في تراجع للحوثيين أمام عاصفة الحزم. بسوريا النفوذ أو الهجوم العسكري الروسي، أنا برأيي أنه هذا عم يحصل على حساب النفوذ الإيراني، على رغم كل الإعلانات المتكررة. عندما تحضر الدول العظمى يتراجع نفوذ القوى الإقليمية ولو المتحالفة معها. اليوم بدأنا نسمع عن تحالف بحسب تعبير بوتين بين فرنسا وروسيا بعد تعرض فرنسا لتفجيرات 13 نوفمبر الماضي الإرهابية، وفي إشارات أمريكية وغربية تنم عن الرضا عن التدخل الروسي، ويبدو مرجحا بأن مستقبل روسيا بات في أيدي قوتين العظيمتين، وأن كل القوى الإقليمية الأخرى بما فيها إيران تستطيع أن تلعب دور بهامش محدد، ولكن الكلمة الفصل هي للدولتين أو قوتين العظيمتين. عادت الأمور كما كانت عليه بالعلاقة الدولية. نحن من درس الطلاب عندما تحضر القوى العظمى على الطاولة تنتظر القوى الإقليمية على الباب. يعني وبنلاحظ ملاحظة على الأرض أنه بعد توقيع، كنا نتوقع أنه بعد توقيع اتفاق النووي الإيراني أن يتقدم النفوذ الإيراني، لا مش عم يتقدم، بالعكس عم يتراجع عسكريا وغير عسكريا. طيب أوكي، بس دقيقة واحدة كمان. عندما يعني سال حبر كثير حول يعني نحكى عن انسحاب الأسطول الأمريكي الخامس من البحرين لأسباب، من فوضى ربما، تغيير نظام إلى آخره. من الملفت أنه عندما جرى مثل هذا الكلام انتهى اليوم. البديل عنه كان أنه نعمل قاعدة بالبحر، ولكن القاعدة بالبحر مكلفة وينبغي عودة تلتين الجنود إلى الولايات المتحدة. طيب بنعملها بميناء الشعيبة بالكويت؟ لا، البدائل اللي كانت مطروحة عن لوجود الأسطول الخامس بالبحرين كان أو
ميناء الدوحة الجديد الذي سيفتتح بالعام 2016، وفي بنى تحتية مناسبة للسفن الأمريكية، في ميناء شعيبة بالكويت، وفي مرفأ جبل علي بالإمارات العربية. يعني البدائل الخليجية، من حكى ببدائل غير خليجية؟ وهذا بدل على أن الولايات المتحدة ما تزال يعني باستراتيجيات منطقة الخليج منطقة مهمة، رغم البيفوت تو إيجا، رغم تراجع الاهتمام بالنفط العربي، رغم كل شيء، ورغم لا بل بسبب وجود ربما أو الكلام عن وجود بيئة حاضنة في هذه المنطقة. كان عندي خاتمة إذا بدك، في خاتمة بنختم والله خلاص. يعني أنا بس بالخاتمة كلمتين، أنا بلاقي أنه وهذا ما قاله لنا جون ماشمير امبارح امس، انه الولايات المتحده التي اخفقت في يعني في كل مكان في افغانستان وبسوريا وبالعراق وبليبيا والى اخره، انا برايي دلت التجربه على انها هي سبب للفوضى اكثر مما هي سبب للاستقرار. كل اللي عم بيصير هو نتيجه الغزو الامريكي للعراق، كل هذه التداعيات الغزو الامريكي للعراق وهي السياسات الامريكيه بسوريا. الأفضل الحل بالنسبة لدول الخليج أن تستغل الاتفاق النووي الإيراني في مرحلة، طبعاً بده يصير في مفاوضات في انتظار انجلاء الملفات الإقليمية اليمني والسوري على وجه التحديد، ويعني أن يكون هناك منظومة أمنية قائمة على دول المنطقة برعاية بمباركات الولايات المتحدة، لأنني متأكد بأن الولايات المتحدة باتت من الآن وصاعدا يعني تبارك مثل هذه. يمكن الاتفاق النووي دفعها إلى أنه تكون أقرب إلى أو أميل إلى وجود يعني منظومة أمنية تشارك فيها إيران، يشارك فيها العراق، ويشارك فيها أيضا يعني دول من الجامعة أو الجامعة العربية ومصر على وجه التحديد. وشكرا. للأسف أنا اضطريت أحكي بسرعة لأنه عم يقمعني وعم يطلع وعم يكتب. شكرا. شكرا دكتور غسان، أعتقد أنك أوضحت كل النقاط الرئيسية، وأيضا شكرا بالتزامك بالوقت، وعندك وقت يكون عندك وقت إن شاء الله في الأسئلة والأجوبة. العلاقة الجدلية ما بين الولايات المتحدة هي التي تخلق الفوضى، وهي التي أيضا تؤكد الاستقرار في المنطقة رغم كل ما يقال أنها ستترك. دكتور غسان يقول أن أو ستغادر المنطقة، دكتور غسان يقول أنها لا، أن العلاقة تاريخية واستراتيجية. بتشوفها رايحة وهي جاي بتكون. بتشوفها رايحة بس هي بتكون جاية. بتظلها جاية. إيه. أن العلاقة استراتيجية ومهمة، ومنطقة الخليج مهمة، وعلاقة الخليج مع أمريكا من أهميتها، إنه رغم كل الخلافات وفي الملفات عديدة، أن الشريكين لن يتركا بعض. طبعا أكيد أنتم لديكم أسئلة كثيرة عن حول هذا الموضوع، ولكن خلونا نسمع ما رأي الكونغرس في هذا، وهي أحد المؤسسات الرئيسية في اتخاذ القرار في أمريكا. وهنا لدينا زميلة من الولايات المتحدة الأمريكية، بيكا واسر، راح تتحدث عن هذا الموضوع. بيكا 15 minutes. Thank you very much. شكرا جزيلا. سوف أركز على العلاقة بين العلاقة بين دول الخليج والكونغرس. أعتقد أن هذا مجال يجب أن نسلط الضوء عليه، لأن هناك انتخابات في عام 2016، وطبعا هناك علاقة متقلبة أو كانت متقلبة بين الجانبين. إن أوباما يولي شطره نحو آسيا وما يسمى بالبيفت أو المحور، هناك الاتفاقية الإيرانية، وهناك أيضا الربيع العربي، وهناك أيضا النهج المتبع في أمريكا للصراعات. بطبيعة الحال أدى إلى تآكل إيمان دول الخليج في أمريكا. وعلى نفس الوتيرة ثمة أعضاء من الكونغرس تأثروا بسبب وقع أوباما السلبي، ولديهم انطباع مفاده أن ثمة التزام منحسر، وهذا سوف يدعو إلى تآكل نفوذ أمريكا في دول الخليج. ثمة قضيتان سياسيتان أمريكيتان أساسيتان، سوريا، الصراع في سوريا، والاتفاقية الإيرانية أو البرنامج النووي الإيراني. روبرت مينينديز على سبيل المثال، وروبرت كولكا، و
هما طبعا الرئيس السابق والحالي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لديهما خشية إزاء برنامج إيران النووي، وبالتالي انهمكا خلال المفاوضات مع مجموعة 5+1، وأيضا انهمكا في تطبيق هذه الاتفاقية لكي يتأكدا عدم الوصول إلى اتفاقية رديئة أو أن لا تخترق إيران التزامها. أما بالنسبة للجبهة السورية فثمة أشخاص رفيعوا المستوى كمكين وتيم كين، كلاهما طالبا استراتيجية جديدة للولايات المتحدة الأمريكية، وفي نهاية المطاف بالفعل أصغى بعض رجالة الخليج لهذه الأصوات، وهذا أفضى إلى تعزيز الانخراط أو الانهماك بين الكونغرس الأمريكي وصناع القرار في الخليج. بالفعل لقد أتى وفد من الكونغرس إلى جميع دول الخليج الست، وخلال تلك الزيارات وفرت لهم مساحة للقاء صناع القرار والقيادات الخليجية من دون أي عوائق. وبطبيعة الحال هذا مناف ربما لسهولة وصول بعض أعضاء الإدارة الأمريكية. في عام 2013 على سبيل المثال، في تلك الفترة الأمير بندر بن سلطان قابل السيناتور روبرت كوكر ليتحدث عن سوريا وإيران، ووزير الخارجية كيري طلب لقاء أيضا منذ أشهر ولكن لم يصل إلى ذلك اللقاء أو لم يتم ذلك اللقاء. بطبيعة الحال هذه تطورات طفت على السطح، والولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تعزز من الروابط مع دول الخليج، ولكنها تجاهلت الكونغرس، وكأن الكونغرس لا يتفهم استراتيجية الإدارة، والإدارة أو الكونغرس هو قريب من إسرائيل. في المقابل الكونغرس كان ينظر بتهكم وكان شكاكا إزاء هذه العلاقة، ولكن الكونغرس خلال السنوات الماضية عزز من هذه العلاقة عندما تضاءلت العلاقة بين أوباما ودول الخليج. أعضاء الكونغرس تكلموا بملء الفيه إزاء الوقع السلبي المتصل بهذه العلاقة بين الإدارة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي، وهنالك تحدثوا أيضا عن مجازفات مرتبطة بتقلص هذه العلاقة وتأثيرتها على التزام أمريكا في المنطقة. ثمة أدوات فاعلة تؤثر على هذه العلاقة، وهم كانوا يخشون من أمور مختلفة، وثمة أيضا ضعف لتدخل العرب أو مشاركة العرب في الحملة الأمريكية. لقد أشير إلى التقارب بين أمريكا وإيران، وأعتقد أن هذه هي حجر العثرة، وعلى نحو ليس ببعيد أقرت الإدارة الأمريكية بالمخاطر المرتبطة باليمن ودعموا الحملة التي وجهت في اليمن. وأيضا التشريعات مررت من قبل الكونغرس لكي يقروا بأن ثمة بالفعل مصالح في دول الخليج، والتصويت المرتبط بالاتفاقية الإيرانية لاقى صدى في دول مجلس التعاون الخليجي، لأن الكونغرس اعتبر سدا منيعا أمام إيران. أما التشريعات الأخرى فقد طالبت بتوقيع معاهدة دفاعية مع دول الخليج، هذا ما طالب الكونغرس أوباما بخلاف ما حصل في مؤتمر قمة كامب ديفيد. هذه السياسات وهذه التشريعات كانت غير فاعلة ولم تمرر ولم تصبح قوانين في الكونغرس، ولكن الأهمية الاستراتيجية ما زالت موجودة. التسلح وصفقات السلاح لعب دور أساسيا كأداة لطمأنة دول مجلس التعاون الخليج. كما تعرفون الكونغرس هو الذي يوقع ولديه أيضا التفويض ولديه تأثير ونفوذ، وأيضا يمكنه أن يقاطع هذه الصفقات. هذه الصفقات تمضي على قدم وساق، وخلال السنوات الثلاث الماضية لم يعارضها الكونغرس بتاتا، وهذا ملحوظ بالنظر إلى التركيز على تعزيز التفوق الإسرائيلي من جهة السلاح. ولكن هذا التغير
من جهة الإدارة الأمريكية لا يجب أن نغفله. إن هنالك تقارب في المصالح، وبينما الكونغرس يلعب دور أساسي في العلاقة بين أمريكا ودول الخليج، قد لا يؤثر على وضع السياسة تأثيرا مباشرا. وأعتقد هنا يأتي دور التصويت لجهة الاتفاقية الإيرانية، ولذلك هنالك الكثير من الأسباب التي ربما عززت من هذا التوجه. هنالك أسباب متصلة بغياب استراتيجية موحدة في دول الخليج مرتبطة بالقضايا التي يريد أن نركز عليها الكونغرس. ثمة 6 دول وهي فريدة في نوعها جميعها، وهنالك أيضا علاقات مختلفة ثنائية بين هذه البلدان و الإدارة الأمريكية. هذا مفهوم، ولكن هنالك اختلافات أيضا مرتبطة بسوريا، وهذا لا يجعل الأمر سهلا لأعضاء الكونغرس أن يتوافقوا ويدعموا مصالح دول الخليج بالطريقة التي تحبذها دول الخليج. ثانيا، ثمة أمور مرتبطة بالطاقة وأمنها وحقوق الإنسان، وهذا أيضا يلقي بظلاله على تعزيز الالتزام من قبل الكونغرس. وكرتيجة لذلك، فإن أعضاء الكونغرس يناصروا بالفعل ما يقوم به الخليجيون، وهذا يعتمد على التزامهم وعلى أيضا مصلحتهم الشخصية في هذا المقام. وفقا للنظر إلى تنوع القضايا، من الصعوبة بالإمكان للكونغرس أن يضع سلم أولويات لكي يصل إلى سياسة موحدة، وهذا ما أفضى إلى خلو التشريعات من الثقل. والعلاقات التي أثيرت في الكونغرس تقام وتمضي على قدم وساق على نحو مخصص وليس رسمي، وهذا يفضي إلى التالي: إن قضية دول الخليج لا تصل إلى توافق في الكونغرس بخلاف القضايا الأخرى كدعم إسرائيل على سبيل المثال. الكونغرس هو يناصر إسرائيل في جله ويأخذ إسرائيل على محمل الجد واعتبرته إسرائيل على رأس سلم أولوياته. وكما ذكرت آنفا، فإن تفوق الإسرائيلي العسكري ينظر فيه الكونغرس على نحو مستدام، وهنالك بطبيعة الحال بعض المصالح المختلفة في هذا المقام. هنالك تقارب أيضا بين إسرائيل ودول الخليج فيما يخص إيران، وهذا بطبيعة الحال دعا إلى طمأنة الجانبين من قبل الكونغرس في نفس الوقت، وهذا أيضا وفر للكونغرس ثقلا إضافيا وقدرة إضافيا لكي تمارس أو يمارس ضغوطا على الإدارة الأمريكية لمصلحة الخليج ولمصلحة إسرائيل على حد سواء. إن قيمة هذه العلاقة معترف بها، ولكن في بعض الأحيان تغيب بعض التفاصيل. وكرتيجة ذلك، فإن تطور السياسة الخارجية في الكونغرس يمكن أن تضمن دول الخليج، ولكن لا توجد سياسات مصممة خصيصا لدول الخليج كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل. بالنظر إلى ذلك، قد لا يدهشنا أن تنامي نفوذ الكونغرس لم يفضي إلى تطورات ملموسة، و لكي تصبح الأمور ملموسة يجب على دول الخليج أن تتعاطى مع الكونغرس كشريك كامل. وطبعا العلاقة بطبيعة الحال هي ذات تقارب مؤقت عوضا عن قيم مشتركة. أعتقد أن الأمر مرتبط باستدامة هذه المصالح، ويجب أن ننتظر ونرى إذا ما كان أعضاء الكونغرس يريدون بالفعل أن يتوافقوا مع المصالح الخليجية نظرا ل عدم استدامتها. من خلال تحديد أعضاء الكونغرس ذوو النفوذ ومد الجسور وفتح قنوات التواصل، أعتقد أن دول الخليج يجب أن تمد الجسور مع أولئك ذوي النفوذ الذين يعتقدون أن دول الخليج تعتلي سلم الأولويات. ختاما، أعضاء الكونغرس لديهم بالفعل نفوذ ويؤثرون على هذه العلاقة، ولكنهم يتلكؤون في تحويل هذه العلاقات إلى تطورات ملموسة وفقا للسياسة الخارجية الأمريكية، ولا ينظر إلى الكونغرس كأنه بالفعل شريك مأمون ولكنه مؤقت وغير مستدام. بالإضافة إلى ذلك، فإن مصالح الخليج لا تشكل حجر الزاوية من ناحية السياسة الخارجية الأمريكية كما هو الحال مع إسرائيل. إن التآثر بين دول الخليج والكونغرس مرتبط بتقارب المصالح المؤقتة
وتحويل نظريتي إلى واقع يبقى ربما بعيد الملل. شكرا جزيلا لك. ورقة مهمة جدا، نفهم من خلالها كيف يتم صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وما هو دور الكونغرس فيه، وإلى أي مدى دول الخليج قدرت أنها تتعامل مع هذا الكونغرس، مع الكونغرس الأمريكي. من النقاط المهمة التي ذكرتها أن دول الخليج علاقتها مرحلية، وهنالك لا يوجد هنالك تشارك في القيم ما بين الكونغرس الأمريكي ودول الخليج، وربما أيضا عدم معرفة في كيفية العمل في أمريكا واللوبي الأمريكي للكونغرس يحصل، وهنالك أيضا اختلافات كبرى. ودول الخليج مهما وصلت الآن من تقارب مرحلي مع الكونغرس لا ترقي إلى علاقة الكونغرس مثلا مع أمريكا والمواضيع الرئيسية التي يهتم فيها الكونغرس الأمريكي. ربما منطقة الخليج ليست بذلك الأهمية للكونغرس. الآن تركونا نرى موضوع ما هو العلاقة ما بين أهم دولة في منطقة الخليج اللي هي المملكة العربية السعودية، الدولة والشقيقة الكبرى في دول الخليج، وعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية. لدينا الأستاذ أسامة أبو أرشيد راح يتحدث لنا عن هذا الموضوع ل15 دقيقة. شكرا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورقتي ستناقش هذا حتى أضمن أنه أنا 15 دقيقة. ورقتي ستناقش واقع ومستقبل العلاقات الأمريكية السعودية القائمة في ظل المتغيرات التي تعصف في المنطقة في العقد والنيف الماضي. يعني هي لن تذهب كثيرا في التاريخ، لن تحاول أن تناقش أسس العلاقة الأمريكية السعودية التي ابتدأت منذ عام 45 رسميا منذ اجتماع الرئيس فرانكلين روزفلت مع الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس الدولة السعودية، إنما ستذهب أكثر إلى الواقع الذي نعيشه اليوم في ظل العواصف التي تشهدها المنطقة، والتي لربما يهيئ للبعض أن هناك صياغة جديدة للعلاقة الأمريكية السعودية. لن أخوض في كثير من التفاصيل التي ناقشها زملائي، ذلك أن الوقت محدود، لكن أظن أن المرحلة التي قد من خلالها نستطيع أن نؤرخ للواقع الجديد، لإرهاصات الصياغة الجديدة التي نشهدها للعلاقة الأمريكية السعودية، قد تبدأ منذ احتلال العراق، وليس بالضرورة هجمات 11 سبتمبر، لأن هذه هزة كانت في سياق العلاقات، مثل ما كان هزة في 67 والحظر الجزئي للنفط، مثل ما كان في هزة في 73 والحظر الكلي للنفط. لكن هذه الهزة الرئيسية، احتلال الولايات المتحدة للعراق، طرح عاملا جديدا على الساحة أو على ضمن معطيات العلاقة الأمريكية السعودية، وهو العامل الإيراني. ذلك أنه عندما احتلت الولايات المتحدة العراق فإنها قد أخلت في التوازن الذي كان قائما في المنطقة، رغم أن العراق كان محاصرا منذ مطلع التسعينيات، لكنه أخل بالتوازن القائم في المنطقة لصالح إيران التي كانت هي المستفيد الأكبر من انسياحها في الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة في العراق مع فشل الغزو وتفكيك الدولة العراقية وحل الجيش العراقي. انتهى الأمر بأن قدم العراق هدية إلى إيران. فمن هنا بدأت المخاوف السعودية أن الولايات المتحدة ليس بالضرورة فقط لا تملك رؤية، وإنما قد لا تملك إرادة للتصدي للنفوذ الإيراني المتصاعد في المنطقة، خصوصاً بعد عام 2006 واتضاح أن إدارة جورج بوش كانت تعاني أزمة حقيقية في العراق، وما عرف ما بعد ذلك في خطة التصعيد وزيادة القوات الأمريكية ثم الانسحاب في أواخر عام 2011 من العراق. كل هذا خلق مخاوف لدى الجانب السعودي. هذه المخاوف تكرست أكثر وتضاعفت أكثر مع تكشف أن هناك محادثات سرية في عام 2013 ما بين الولايات المتحدة وإيران في عمان مطلع 2013 تحت رئاسة أحمد نجاد. كانت هناك مفاوضات
حول البرنامج النووي الإيراني، والذي رأينا أنه وصل إلى اتفاق انتقالي في أواخر عام 2013 في نوفمبر. هنا بدأت المخاوف السعودية تترسخ أكثر فأكثر أنه وإن كان هدف المفاوضات والاتفاقات الثلاثة الانتقال الإطار ثم النهائي مع إيران هو كبح البرنامج النووي الإيراني، لكنه أيضا لم يعطي ضمانات كافية إلى أن الطموحات الإيرانية ستقف عند حد نهائي، بمعنى أنه كما رأينا في الاتفاق النهائي 10 سنوات أو 15 سنة ستبدأ هذه العقوبات تخفف تدريجيا على إيران، بما قد يسمح لإيران بأن تحافظ على برنامجها النووي. فأيضا إيران السعودية كانت تنظر إلى هذا الجانب، وترى أن الولايات المتحدة تذهب أكثر باتجاه أو إعادة الارتكاز نحو منطقة آسيا والتهديد الصيني، فكانت تخشى من أن هذه مقدمات لفراغ الأمريكي في المنطقة، خصوصاً وأن الاستراتيجية الأمنية السعودية كما الخليجية قامت على المظلة الحمائية الأمنية والعسكرية الأمريكية في المنطقة. الآن أريد أن أعطي إطاراً سريعاً للتوتر الذي نعيشه اليوم. هذا الإطار يقوم على أنه قد حدث اهتزاز للثقة من قبل الجانب السعودي كما الدول الخليجية وأغلبها في الجانب الأمريكي والتزامه بأمن المنطقة. فهذا الجانب العربي أو الجانب الخليجي يرى أن الولايات المتحدة تخفف من التزاماتها في المنطقة كما أشرت لصالح إعادة الارتكاز نحو آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، وأيضا هناك نوع من الإدراك الخليجي أو النظر الخليجي إلى أن هناك محاولة أمريكية لإدماج إيران ضمن المعادلة الأمنية للإقليمية الأمنية للإقليم، وخلق توازن بين قوى متنافسة فيه تكون هي فيه صاحبة الكلمة الأخيرة. السعودية الآن بسبب هذه المقاربة بدأت لديها شكوك، هل نستطيع أن نستمر في الاعتماد على هذه المظلة الحمائية الأمنية والعسكرية الأمريكية في ظل ما نراه كما ترى السعودية انسحابا أمريكيا من المنطقة واهتزاز بالموثوقية، والذي ابتدأ مع الهجم مع الثورات العربية في عام 2011، ورأت السعودية كيف أن الولايات المتحدة تخلت عن كثير من حلفائها، وسنأتي إلى هذه النقاط في المنطقة العربية مثل النظام المصري، فتضاعفت الشكوك لديها أن هناك مشكلة. ولذلك في مرحلة ما بعد عام 2011 رأينا أن السعودية قد لجأت مرتين على الأقل إلى أخذ زمام المبادرة فيما رأته مرتبطا بمصالحها الأمنية والاستراتيجية بعيدا عن الضوء الأخضر الأمريكي أو بالضرورة التنسيق الكلي مع الولايات المتحدة. أيضا عامل آخر ضاعف من الهواجس السعودية، هذا العامل ما رأته السعودية في التردد الأمريكي بين قوسين، ليس بالضرورة تبنياً لكل ما يقال هنا، أنا أتحدث يعني كيف كان يتعامل مع القضايا. التردد الأمريكي في منطقة في أوكرانيا واحتلال روسيا لشبه جزيرة القرم مطلع عام 2014. طبعاً زميلتي أشارت قبل قليل إلى النقاش الذي جرى في الكونغرس، وتقريبا الكثير من الاعتراضات التي رأيناها من الجانب الجمهوري تحديدا وبعض الديمقراطيين لإدارة أوباما بالانسحاب من المنطقة واتهامها بالتردد والتراجع وإضعاف القوة الأمريكية والتأثير الأمريكي، وجدنا أن كثير من الدول الخليجية تشارك فيها. فعندما رأت السعودية وكثير من دول الخليج أن هذا أن روسيا استمرت في تقدمها في أوكرانيا رغم التحذيرات الأمريكية ورغم التحذيرات الأوروبية ورغم العقوبات التي فرضت على روسيا، ولم تقم الولايات المتحدة باتخاذ قرار بتسليح الأوكرانيين للتصدي للمجموعات الانفصالية في أوكرانيا، فإنه تضاعف الخوف لديها من أن هذا قد يكون سيناريو قابل للتكرار في المنطقة العربية لو ما قامت إيران بعد رفع العقوبات عنها بمحاولة مد نفوذها في المنطقة ومحاولة توسيع هذا النفوذ والهيمنة في المنطقة. فإذا كان هناك خوف من أن هذا كله يعزز الخصم الجيوستراتيجي للسعودية وهو إيران، لأنها رأت كيف أن الولايات المتحدة تنازلت لإيران عن العراق سواء راغبة أم راغمة، هذه مسألة أخرى، لكنها رأت أن هذا السيناريو حصل من قبل ورأته الآن في أوكرانيا، ثم هي تتخوف من استمرار هذه المعادلة أو هذا السيناريو في التمدد في الاستمرار في هذه المنطقة. أيضا أشارت زميلتي إلى أن الإدارة الأمريكية إدارة أوباما رفضت أن تعطي دول الخليج في قمة كامب ديفيد في مايو الماضي
اتفاقية أو معاهدة دفاع مشترك، لم تقبل بمعاهدة دفاع مشترك. صحيح أنها قالت أن أمن الخليج مصلحة حيوية أمريكية، وأن الولايات المتحدة ستستخدم كل عناصر القوة بما فيها القوة العسكرية لحماية أمن الخليج، لكنها لم تعطهم لا مظلة نووية حمائية، ولم تعطهم معاهدة دفاع مشترك. حتى الأسلحة التي قدم أو الاتفاقات العسكرية لم تقدم لهم الأسلحة الهجومية التي يحتاجون إليها، وسنأتي إلى هذه النقطة أيضا. فإذا تضاعف هذا القلق من إدارة أوباما، سواء التراجع أو عدم الرغبة في أن يكون لإدارة أوباما قوات على الأرض. ونحن نرى الآن النقاش وخطاب أوباما في الأمس، إلى الآن لا زال لا يريد أن يكون هناك قوات عسكرية على الأرض السورية أو قوات عسكرية مقاتلة طبعا على الأرض العراقية، وإن عمليا هو سمح بقوات خاصة، لكنه لا زال متحفظا جدا عندما يأتي الأمر إلى قوة عسكرية مباشرة كما يسميه احتلال أو قوات أمريكية على الأرض، لأن أوباما دائما ينظر في المرآة ويريد ولا يريد أن يرى انعكاس جورج بوش على صورته. هذه أحد ربما مشاكل أوباما أو نقاط قوته، هذه مسألة أخرى. إذن كان هناك هذا القلق يتضاعف. قمة كامب ديفيد وقمة الدوحة في شهر 8 الأمريكية الخليجية لم تعطي للخليجيين ما أرادوا، إنما نصت على أن دول الخليج تقوم بالدفاع عن نفسها وتطوير نظام دفاعي باليستي مشترك ونظام إنذار مبكر، وأن يكون هناك تعاون في مجال الأمن البحري والأمن الإلكتروني وتدريب قوات خاصة، لكنه لا ينص على قيام على حماية أوتوماتيكية تلقائية من قبل الولايات المتحدة لدول الخليج لو تعرضت لأي خطر. والولايات المتحدة رفضت أن تعطي أكثر من وضعية، هذا عرض لم يعطى إلى الآن. بعض الدول الخليجية لديها هذه الوضعية، حليف رئيسي لغير عضو في الناتو، يعني يعطيهم حق المساعدات والتدريب المتاحة فقط لأعضاء الناتو، ولكن لا تصل إلى حد الدفاع المشترك. طبعا هذا كله قاد إلى حالة من التململ في الموقف السعودي، ولذلك الملك سلمان تغيب عن قمة كامب ديفيد في شهر مايو الماضي، وأرسل ولي العهد وولي ولي العهد. حينها قيل أن لديه التزامات أخرى، لكن البيت الأبيض قبلها بيومين فقط كان أكد حضور الملك، لكن الملك لم يأتي. وقرئت أمريكيا خصوصا من قبل خصوم الإدارة في الولايات المتحدة، قرئت على أنها رسالة توبيخ للإدارة، لأنها لا تريد أن تقدم التزامات واضحة. وصراحة نعم، من حق السعودية أن يكون لديها قلق، لأنه عندما اجتمع الملك سلمان مع أوباما في شهر 9 الماضي كان هناك نقاش للملف النووي الإيراني، وحصل إدارة أوباما حصلت على موافقة سعودية مشروطة طبعا بالضمان أن لا تحصل إيران على السلاح النووي، وأن يكون هناك تصدي لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، لكن الإدارة أصرت على أن لا تعطي أسلحة نوعية متطورة للسعودية، إلى درجة أن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي بيل رودوس قال أن السعودية والخليج لا يحتاجون إلى هذه الأسلحة، لأن التسليح العسكري الإيراني أقل بكثير من التسليح العسكري الخليجي، وبأن ميزانية الدفاع المشتركة في الخليج أكبر بثماني مرات من ميزانية الدفاع لدى إيران، وبأن الإدارة الأمريكية ترى أن السعوديين بحاجة إلى الاستثمار في أسلحة غير مكلفة نسبيا، والتدريب الذي يمكنهم من مواجهة التهديدات غير التقليدية التي تشكل كلها إيران ووكلاء مثل حزب الله والحوثيون. إذن بشكل عام الإدارة الأمريكية لم تريد أن تذهب للنقطة الأبعد أو المرحلة التالية في العلاقة الأمريكية الخليجية. وأيضا مما ضاعف من التوتر والهواجس الخليجية والسعودية أنه في قمة كامب ديفيد خرج أوباما إلى الإعلام وقال بأن هذه القمة والتعهدات الأمريكية لا يقصد منها استمرار أو إطالة الصراع الخليجي الإيراني، وأنه ليس مقدمة لصراع أمريكي إيراني، وأنه ينبغي أن تكون هناك تفاهمات. إذن مرة أخرى هناك قلق يتضاعف خليجيا وسعوديا. الآن لدينا محطات كثيرة مرت فيها حالة القلق والتوتر الأمريكي السعودي. وجدنا أول القلق كما أشرت في عام 2011، ورأت السعودية أن هناك تخلي عن الحلفاء الموثوقين للولايات المتحدة مثل نظام حسني مبارك في مصر، كان تخلي سريع عنه. ثم زاد القلق السعودي من عدم وضوح الموقف الأمريكي مما يجري في البحرين، وكان هناك أول موقف سعودي لا ينتظر، يعني لم يطلب إذن من الولايات المتحدة بالدخول إلى مع دول خليجية أخرى طبعا بالدخول العسكري إلى البحرين لحماية النظام الملكي في البحرين، مما رؤي على أنه محاولات عبث إيرانية. ثم جاء موقف آخر، أنا أتكلم بسرعة بسبب الوقت، جاء عندنا موقف آخر
أيضا كرس المخاوف الخليجية والسعودية، وهو الموقف الأمريكي المتردد والغامض مما يجري في سوريا. يعني الرئيس أوباما منذ البداية بعد أشهر من الثورة السورية قال بأن الأسد قد انتهت شرعيته، لكنه لا يقدم إجابة كيف سيخرج الأسد من الحكم. ثم هدد بقصف قوات الأسد بعد المزاعم أن قوات الأسد أو النظام السوري ضرب استخدم السلاح الكيماوي في شهر 8 2013، انتهى الأمر بصفقة. ثم أيضا بقي هذا الموقف الأمريكي المعارض لتقديم أسلحة نوعية خصوصا صواريخ كتف جو إلى الثوار السوريين للتصدي للطيران الحرب السوري. ثم بدأ أن تنظيم الدولة تمدد أكثر، أعلن أوباما الحرب على تنظيم الدولة في شهر سبتمبر 2014. شاركت السعودية في ضربات الجو ضد تنظيم الدولة في سوريا، لكن مرة أخرى لم يقدم جواب للموضوع النظام السوري، موضوع بشار الأسد. ثم رأينا الدخول الروسي إلى الساحة السورية وتغيير المعادلات اليوم، واليوم نسمع أن الإدارة الأمريكية قد تقبل بالتعاون مع الجيش السوري وقد تقبل بوجود الأسد إلى مرحلة انتقالية. إذا لا يوجد إلى اليوم موقف واضح، وهذا يعزز حسب المقاربة السعودية يعزز الدور الإيراني الذي يضاعف من تمدده في منطقة سوريا. أيضا سأأتي إلى موضوع الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي فيما بعد، أو الخمسة زائد واحد. ثم عندنا أيضا موضوع اليمن. اليمن الولايات المتحدة لم تقدم أيضا موقفا واضحا من احتلال الحوثيين الرسمي للعاصمة صنعاء في مطلع العام الجاري، لم تقدم موقفا رسميا، ولذلك وجدنا الموقف الثاني الذي تخالف فيه السعودية الموقف الأمريكي. الأول كان تحت الملك عبد الله في البحرين، الذي تخالف فيه الموقف الأمريكي وتقوم بالتصدي بإطلاق عاصمة الحزم قيادة تحالف عربي لإعادة الشرعية في اليمن. الولايات المتحدة نعم قدمت دعما لوجستيا واستخباراتيا، لكن لم تقدمه راغبة، قدمته لأنها أرادت أن تقنع الكونغرس أن الولايات المتحدة لم تتخلى عن حلفائها لصالح إيران. في ذلك الوقت لم يكن قد صوت بعد على مشروع على الاتفاق النووي الأمريكي أو الغربي العالمي مع إيران، فكان لديهم هذه الرغبة. لكن عندما اجتمع الملك سلمان في شهر 9 الفائت مع الرئيس أوباما، كان هناك حديث عن ضرورة أن يكون هناك حل سياسي يشمل الجميع، وأن تكون هناك مجال لفسح المجال للمساعدات الإنسانية، والسعودية اشترطت أن يتم تفتيش البواخر التي تأتي إلى اليمن. لكن الموقف الأمريكي لا زال إلى اليوم يطالب السعودية بأن توقف عملياتها وبأن يكون هناك معادلة تستوعب الجميع بما فيهم الحوثيون، وهذا بالنسبة للسعودية مشكلة. أما تعيدنا مرة أخرى، هل يمكن الوثوق بهذا الحليف الأمريكي أم لا؟ الآن أنا عارف بدك توقفني، نأتي للاتفاق النووي الإيراني مع إيران. صحيح أنه كبح المشروع النووي الإيراني، لكنه أيضا رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران. هذه العقوبات الاقتصادية الآن المقاربة الخليجية أنه قد توظف الأموال الزائدة المئات الملايين من الدولارات التي رفع الحظر عنها الآن، قد توظف لتعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة عبر وكلائها، سواء في البحرين، في لبنان، في سوريا، في اليمن، في العراق. فهناك قلق، لكن مرة أخرى الولايات المتحدة لم تتعامل مع القلق السعودي والخليجي بشكل واضح، بقيت دائماً تقدم أن ضمانة تقدم وعودا بأنه لن تكون هناك أنشطة، لن يسمح بأنشطة إيرانية تزعزع الاستقرار في المنطقة، لكنها لا تقدم ضمانات حقيقية للتصدي لهذه الأنشطة التي تزعزع الاستقرار في المنطقة. ومن ذلك مثلا أنه وإن كان كبح الاتفاق كبح المشروع النووي الإيراني، لكنه أبقى على كل البنية التحتية الإيرانية قائمة، بحيث أنها قابلة أن يتم تحويلها مباشرة بعد 10 سنوات أو 15 سنة إلى مشروع نووي إيراني، خصوصا وأن أهم منشأتين فورد ونتانز لا زالتا قائمتين. الآن لا أريد أن أدخل في تفاصيل المشروع النووي الإيراني، لكن مرة أخرى هذا التوتر بقي يستمر حتى وإن وافقت السعودية في قمة شهر 9 الفائت على أن الاتفاق النووي الإيراني أصبح واقعا، ووافقت الولايات المتحدة أن مخاوف الجانب السعودي والخليجي مشروعة، لكن العلاقة لم تتطور إلى ما تطمح له دول الخليج والسعودية، وهذا مرة أخرى يعيد المخاوف الخليجية والسعودية من أن السيناريو أوكرانيا قد يتكرر لو أن إيران قررت أن تتمدد في المنطقة. الآن سأتي إلى النقطة الأخيرة، يعني سأتجاوز كل هذا الكلام، هل يوجد بدائل للتحالف الأمريكي السعودي؟ باختصار لا يوجد بدائل للتحالف الأمريكي السعودي.
من ناحية الأمريكية صحيح أن الولايات المتحدة بدأت تتجه نحو الاكتفاء ذاتيا من النفط الصخري، طبعا هذه إحدى الهواجس السعودية أيضا، لكن الوقت لم يسمح بالحديث عنها. لكن تبقى السعودية إلى اليوم أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، تقدم حوالي 40% من الإنتاج العالمي. الآن الولايات المتحدة تنتج حوالي 9 ملايين من النفط الصخري برميل يوميا، وهو نفس الإنتاج السعودي يوميا تقريبا، لكن تكلفة الإنتاج النفط الصخري أكبر بكثير من تكلفة إنتاج النفط الخام السعودي. إلى أضف إلى ذلك أن السعودية عندما أغرقت السوق قبل أكثر من عام بالإنتاج النفط، جانب منها أرادت معاقبة إيران وروسيا، وكان ضمن توافق طبعا مع الولايات المتحدة لأنهم يعتمدان على النفط للضغط على إيران للتوقيع على الاتفاق النووي، للضغط على روسيا بسبب أوكرانيا، لكنها أيضا السعودية حققت هدفا آخر، هدف سعودي سيادي، وهو أنها ضغطت على منتجين النفط الصخري في الولايات المتحدة أن يقللوا من إنتاجهم، لأنه تكلفتهم أعلى من تكلفة سعر البرميل الموجود في السوق بسبب دور السعودية. وأشار في الأمس جان مارشايمر عندما تحدث أن هناك أيضا بعد آخر، أن بما أن السعودية تقدم 40% من الإنتاج العالمي للنفط اليوم، فهناك دول أخرى طامحة بالنفط الخليجي، وهي دول مثل الصين تحديدا، والولايات المتحدة لا تريد أن تترك فراغا لدولة مثل الصين. أيضا الولايات المتحدة بحاجة إلى السعودية، لأن السعودية تمثل عمقا روحيا ودينيا للمسلمين بسبب الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية. فالآن العدو المعلن للولايات المتحدة هي ما يسمى الجماعات السنية مثل داعش والقاعدة. لا تستطيع الولايات المتحدة، صحيح الولايات المتحدة الآن لديها تحالف ضمني غير معلن بالضرورة مع إيران في الحرب على داعش على سبيل المثال، لكن الإيران دولة شيعية بين قوسين، الجماعات التي تحارب أمريكا أو التي تتصدى لها أمريكا سنية، السعودية هي الدولة التي تملك هذا المؤهل لإعطاء الشرعية ولإعطاء العمق ولكي تعطي صورة أن الحرب ليست بين إسلام وغرب، هذه مسألة ثانية. أيضا السعودية تمثل إلى اليوم سوقا كبيرا للصناعات المدنية والعسكرية، والأمر أشار له زملائي، وهذا ينعش الاقتصاد الأمريكي، وهي سوق استثمار كبيرة. الآن الدوافع السعودية، الدوافع السعودية باختصار أنها لا تملك بديل أصلا للتحالف مع الولايات المتحدة، لا تملك بديل، لأن رغم كل الاستياء لكن روسيا، مع محاولة السعودية التقرب من روسيا لكنها لم تستطع أن تنتج علاقة مثمرة، بل أن روسيا لا تستطيع أن تقدم المظلة التي قدمتها دائما الولايات المتحدة. وشكرا. شكرا، شكرا جزيلا لك أسامة. هنالك أسئلة كثيرة، بعض النقاط التي لم تذكر يمكن هو انسحاب المملكة العربية السعودية من مقعدها في مجلس الأمن، أيضا ليبين سخطها من السياسة الدولية تجاه المنطقة، وأيضاً أوباما ما قاله لقادة دول الخليج في كامب ديفيد على أن التحدي يأتي من الداخل، وهذا يعني فيه الإصلاح أيضاً كان ممكن نتحدث عنه. بس أنا متأكد أن هناك في أسئلة كثيرة، ممكن نبدأ من هنا، ممكن تعرف بنفسك للأخوة. ياسر سعد الدين، أنا عندي مداخلة. أنا أختلف مع الحديث الدكتور غسان العزي والأحاديث التي تدور الآن أن الولايات المتحدة انسحبت من المنطقة. أنا بتقديري الولايات المتحدة غيرت أدوات الصراع في المنطقة، الآن هي اللاعب الأساسي لكنها تدير المنطقة بالريموت كنترول إذا صح التعبير. هي جاءت إلى العراق ب 2003 وحسب كتاب بول بريمر الواضح أنها أججت الصراعات الطائفية، وهي الآن تغطي على إرهاب إيران، فلا نسمع أي، وهي ليست يعني ليس حبا في إيران ولا في الشيعة، لكن إيران تمددت الآن في المنطقة وأصبحت يعني حتى اقتصاديا وبتروليا هي هشة إيران، وعندها مشاكل عرقية. لما تتمدد تتجاوز حدودها الولايات المتحدة تستطيع عبر حلفائها أن تعلن الجهاد مثل ما أعلنتوا في أفغانستان، والمنطقة كلها متأججة، وكثيرون آلاف بل آلاف مؤلفة مستعدون أن يقدموا أرواحهم. الولايات المتحدة يعني مثلا في قضية الثورة السورية هي تلعب الآن لعبة، وحتى قضية أنه لماذا حسني مبارك، هي لا تتخلى عن حسني مبارك، هي تخلت أصلاً، الجيش كان في نوع من حسني مبارك وصل إلى مرحلة التشبع، وإلا لو كانت تخلت عنه هي أعادت إنتاج النظام ودمرت آمال الشعوب العربية في الحرية. وإلا السيسي هل تجرؤ دولة عربية صغيرة أن تلعب في المنطقة لولا أن هناك ضوء أخضر أو توجيه يعني أمريكي؟ هذا سؤال.
الآن يعني بتقديري أنا حتى روسيا هناك في تورط يعني في توريط أمريكي في ضوء برتقالي أن تدخل إلى سوريا، ولكن أيضا مجرد يعني شفنا صواريخ التاو عندما أعطيت لثوار سوريا كيف تغيرت المعركة الآن، منعت عن ثوار سوريا حتى يذهبوا إلى تسوية سياسية بطريقة. إذن الولايات المتحدة لم تترك المنطقة، هي تلعب الآن بدماء المنطقة تؤججها طائفيا، وإلا والآن مثلا تتكلم عن الولايات المتحدة والتسليح دول الخليج رغم الأزمة السياسية، تتكلم عن أكبر تسليح الخليج في المنطقة. إذن يعني نحن نشهد وجود أمريكي بحيث ما يخسر دم أمريكي، والمصالح الأمريكية تبقى وتبقى المنطقة في حال صراع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. شكرا. شكرا شكرا وصلت الفكرة. هناك أيضا عرف بنفسك للحضور. Yeah. I would ask a very nuanced, less nuanced question. أريد أن أسأل سؤالاً للسيد أسامة والدكتور غسان، البحرين، اليمن، وهذه التوترات في أرجاء مختلفة. هناك قواعد عسكرية فرنسية وأمريكية، والوضع الراهن مرتبط أيضا ببعض الجزر والاختلاف عليها مع دولة خليجية. بالاعتماد على هذه التوترات وهذه المشاكل لم نستطع أن نتصدى لحزب الله أو الزيديين أو الحوثيين أو اسمهم ما شئت. ماذا عن المستقبل؟ هل سيتدخل الروس والروس سيوفرون الأس 300 لإيران، وبالتالي فإنها تسيطر على الجو؟ السعودية العربية مع دول الخليج ستكون سوقا رائجة تستورد السلاح الأمريكي، ولكن الضمانات غائبة وفقا لغياب الأمن وضمانات الأمن. أما إيران فلديها قدرات تقليدية وهي أقل بكثير من قدرات دول الخليج أو المملكة العربية السعودية التقليدية. وفوق هذا كله ثمة معاملة تحبيذية للغربيين هنا في دول الخليج. شكرا سيدي رئيس الجلسة. أنا حيدر سعيد من المركز العربي للأبحاث. عندي ملاحظة على بحث أخي دكتور أسامة برشيد. أنا منهجيا أتفق معاه في تركيزه على لحظة 2003 وما تلاها، وأنا أتفق من أنه الدول الخليجية وتحديدا السعودية كان لديها هاجس كبير من أن فراغ السلطة في العراق سيقود تنظيمات موالية لإيران لتملأ هذا الفراغ، ولذلك الدول الخليجية وتحديدا السعودية عارضت إسقاط نظام، عارضت فكرة إسقاط نظام صدام حسين في حرب 1991. لكن في تصوري مع 2003 دخلت مجموعة أخرى من العوامل، وأنا أعتقد عامل إيران أتى متأخرا تحديدا. يعني إذا نتذكر تماما سياق ما عشية 2003، يعني ما بين 9/11 و 2003، أنا أعتقد كانت هناك ثلاث عوامل أساسية كانت أمام الدول العربية وتحديدا السعودية. العامل الأول هو مدى جدية فكرة الدمقرطة التي تبناها المحافظون الجدد، بمعنى الخشية من أن تتحول، يعني يتحول إسقاط نظام صدام حسين في العراق إلى مجموعة من المطالب بإصلاحات سياسية جذرية في بلدان المنطقة. العامل الثاني أنا ما أسميه الخطاب العنجهي الأمريكي الذي تحدث بشكل صريح كولن باول عن استبدال ما كان يسمى بلغة ما قبل الربيع العربي دول الاعتدال العربي، وهي السعودية ومصر والأردن، وهناك حليف جديد قائم الولايات المتحدة هو العراق. الشيء الثالث وهذا أمر كثير مهم هو طبيعة النظام السياسي الذي أنشئ في العراق ما بعد 2003، وهو النظام الفيدرالي اللامركزي. وأنا أعتقد كانت هناك خشية من إطلاق الفكرة اللامركزية والفكرة الفيدرالية في المنطقة، خاصة نحن نتحدث عن مجتمعات متعددة الإثنيات والطوائف. أنا أعتقد إيران لم تظهر كخطر إلا بعد بهذا الشكل إلا بعد الربيع العربي. وأنا أريد أذكر بلحظة كثير مهمة، يعني في 2006 انتهت حقبة المحافظين الجدد، صعد تنظير، انهيت نصف دقيقة سيدي رئيس الجلسة، صعد تنظير كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية لما سمتها الواقعية الأمريكية الجديدة، مقالتها الشهيرة في فورين أفيرس. في 2008
قبل أن يغادر جورج بوش البيت الأبيض بنصف سنة تقريبا، ضغطت كوندوليزا رايس على الدول العربية من أجل تطبيع علاقتها مع العراق تحت فكرة أنه غياب العرب عن العراق هو الذي سمح بالنفوذ الإيراني. وكل الدول العربية استجابت وفتحت سفارات في بغداد، الإمارات والأردن ومصر، إلا المملكة العربية السعودية. شكرا. شكرا لك. سؤال هنا في المقدمة لو سمحت دكتور جون. ممكن ترد على الثاني. Yes, my question, John Duke Anthony is. John Duke Anthony. أريد أن أسأل سؤال للسيد والسيدة. سمعتك تتحدثي عن الكونغرس ومزاجه وتفكيره مرتبطا بالعلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي وكأنه زواج عرفي. سمعت هذا ربما مرات ومرات. كيف يمكن الوصول إلى هذا التشخيص عندما نعلم جميعا أن العلاقة تمتد لثمانية عقود وثلاثين سنة قبل تأسيس دولة إسرائيل؟ أعتقد أنه ليس زواجا عرفيا، بل إنه بالفعل علاقة تقارب مرتبطة بمصالح محددة مكملة لبعضها البعض مشاركة لبعضها البعض. وأرجو أن تصححيني إذا كنت مخطئا أو سمعتك على نحو خاطئ. ثانيا سيد أبو راشد، لقد تحدثت ووفرت بطبيعة الحال معلومات مستفيضة خلال فترة زمنية قصيرة، وتحدثت عن العلاقة الخاصة بين السعودية العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تعود إلى فبراير 1859 أو عام في الأربعينات من القرن الماضي، حينما كان روزفلت على سدة الحكم. أعتقد أنه يمكننا أن نعود إلى 1920 عندما أتى الممرضون من البحرين والمبشرون أيضا، وكانوا يذهبون لتوفير الخدمات الصحية المجانية للسعوديين في تلك الفترة. وأعتقد أن الأمريكيين كانوا يقومون بالفعل بتوفير الخدمات الصحية، والبريطانيين والفرنسيين لم يكونوا يفعلوا ذلك. وقال في تلك الفترة الملك عبد العزيز: من هم هؤلاء الأمريكيين؟ وأعتقد أن هذا أفضى إلى تعزيز ربما وضع أمريكا، ووفرت تعزيزات لشركاتها في عام 1930 وفي الثلاثينات، وهذا بطبيعة الحال عزز اقتصاديا. وهذه العلاقة كما قلت تعود إلى قبل قيام دولة إسرائيل. هذه نقطتان أردت إثارتهما، وأرجو أن وأثني على جهدكما في الورقات التي قدمتم. شكرا. تفضل. شكرا سعادة الرئيس. أنا عقل الباهلي من السعودية. المتحدثين الكرام تحدثوا جميعا بأنه الولايات المتحدة لا تنوي يعني ترك المنطقة، وأنا أيضا مع هذا منذ بدأ طرح أن الولايات المتحدة ستغادر المنطقة هكذا، أنا لم أكن مع هذا، والضيوف الكرام المتحدثين الكرام أكدوا على هذا. أيضا هناك رؤية، وأنا أيضا مع هذه الرؤية، بأن السعودية تحديدا في منطقة الخليج، في المنطقة العربية لكن في منطقة الخليج والقضايا المحورية في منطقة الخليج، السعودية الآن تلعب دور يعني مشهود معروف وقوي، ليس يعني مختلف. سؤالي يعني هل هذا التأكيد الأمريكي على الخلاف، ونحن نشهد الآن تسريبات عن مقالات أمريكية، تسريبات من مسؤولين سابقين، كلها تحاول أن تقلل أو يعني أن تبتز السعودية حقيقة، بأن أنا سؤالي هل هذا كله، هذه الخلافات، هذا الابتزاز، هذه التسريبات، هي لأنه هناك قضايا عالقة في المنطقة والسعودية جزء منها؟ وأذكر اثنين موقع يعني حالتين، اليمن وسوريا،
والولايات المتحدة تريد أن تتعامل السعودية مع تلك القضيتين بما يخدم الرؤية الأمريكية، وهذا لحد اللحظة ربما الأمريكان يجدون صعوبة في أنه المملكة العربية السعودية يعني تصطف مع الولايات المتحدة في هذه القضيتين. هل هذا هو سبب الخلاف؟ شكرا. أستاذ ناصر تفضل. المحامي ناصر دويلة من دولة الكويت. حقيقة موضوع علاقة الخليج مع الولايات المتحدة الأمريكية موضوع أصبح أكثر من ملتبس، وأصبحت جميع الإشارات يناقض بعضها بعضا، والمتتبع لتصريحات أوباما يجد العجب العجاب، والمتتبع لتصريحات الكونغرس يجد العجب العجاب فيما يتعلق بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الخليج أو تراجع هذا الالتزام. الأنظمة الخليجية جميعها أوهمت شعوبها بأن هناك التزام أمريكي بالدفاع عن دول الخليج. في الكويت إذا كنت تتحدث عن لابد من التسليح ولابد من الاستعداد، يقولوا ليش نستعد ليش نستعد، عندنا اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية تدافع عنها. الولايات المتحدة الأمريكية أوهمت الشعوب وأوهمت الناس بأنها ملتزمة بالدفاع عن هذه المنطقة وأن مصالحها مشتركة مع هذه المنطقة. جميع أعمال الولايات المتحدة الأمريكية منذ يعني احتلال العراق إلى اليوم، جميع أعمال الولايات المتحدة الأمريكية تتقاطع تتنافى إطلاقا مع الأمن الاستراتيجي لدول الخليج العربية. جميع أعمال الولايات المتحدة الأمريكية تعزز الانشقاق والانقسام وتدعم إيران. جميع أعمال قوى الولايات المتحدة الأمريكية كما قال يعني دوغلاس هيك وزير الخارجية البريطاني يجب أن لا تبقى بريطانيا بعيدا عن طاولة تقسيم المنطقة. الناس قاعدين يتفقون علينا وقاعدين يعدون نفسنا. التزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه دولنا هو التزام مرحلي في حالة غياب أفول شمس تغيب. هم لن يبذلوا المزيد من أجل حماية المنطقة هذه، هم لن يكونوا يعني يحزنون كثيرا لتفتتنا. كل ما يريدون أنه حينما نتفتت يجب أن يكون تفتتنا هذا لا يشكل خطر عليهم. شكرا. شكرا لك أستاذ ناصر تفضل. الدكتور أسامة أبو أرشد أعطى تحليلا رائعا للعلاقة بين السعودية وبين الولايات المتحدة، ولكن أريد أن أضيف شيئا آخر، وهو أن دول الخليج العربي بقيادة السعودية عندها قوة ضاغطة كبيرة جدا على الولايات المتحدة، وتستطيع أن تغير سياسة الولايات المتحدة. هذه القوة الضاغطة تتمثل بالبترو دولار الذي يستخدم في تسعير وتمويل بيع النفط في العالم. السعودية كانت أول من ساعدت أمريكا بالموافقة على البترو دولار، وتعهدت بأن تبيع نفطها وتسعره بشكل كامل بالبترو دولار. إذا هدرت دول الخليج العربي بالتخلي عن البترو دولار، هذا يعني بالفعل نوع من الديفاليويشن أو خفض سريع لقيمة الدولار. أرجو أن لا تقول لي أن ليس بإمكانهم أن يفعلوا ذلك، لأن روسيا والصين وقعتا اتفاقات للتخلي عن البترو دولار والتعامل بعملتيهما. دول الخليج قادرة على ذلك وقادرة على تغيير السياسة الأمريكية تجاه دول الخليج فيما يتعلق بإيران. وشكرا. وهل لي أنا أيضا أن أسأل؟ هناك سؤال. طيب تفضل بسرعة الله يخليك. شكرا أخ الرئيس. أولا بس ملاحظة بسيطة، ذكر المتحدث بأن السعودية تنتج 40% من إنتاج العالم للنفط، وأعتقد يعني السعودية تنتج 10 مليون برميل والإنتاج العالمي هو فوق 90 مليون برميل، فهو يعني حوالي 10% من ذلك. في سؤال يعني طبعا تصريحات الأمريكية
أن السعودية أن كما قال قبل كلينتون قالها أوباما بأن أمريكا ستحمي المنطقة من أي اعتداء خارجي، وقال إذن لا يعني ما يهددكم ليس الخارجي، إحنا كفيلين بحمايته، وهذه تصريحات متواترة، لكن المسألة المشكلة عندكم في الداخل، مطلوب إصلاح داخلي. ميرشماير مبارح قال بأن أمريكا كانت مساعدة في الإطاحة بحسني مبارك، وقال بأنه أمريكا لا يوجد عندها خطة لتغيير النظام السياسي في المنطقة في دول الخليج كما حصل في المناطق الأخرى. ولكن هل موضوع بمعنى أنه هو يعني ربما المطالب من أمريكا للمنطقة هو إصلاح سياسي؟ هنالك انطباع لكي لا كل اعتقاد في الكويت بأن إعادة العمل بدستور الكويت وانتخابات ديمقراطية 92 يقال أنه كان بضغط أمريكي، طبعا كان في ضغط شعبي في الداخل للالتزام باتفاقية جدة، لكن هنالك كلام بأن الضغط وهذا جائز، ولكن هل يعني أمريكا مهتمة بالإصلاح في دول التعاون الخليجي بسميه ضغوط أو تشجيع الإصلاح من الداخل؟ ما هو موقف أمريكا بهذا الصدد؟ شكرا. شكرا جزيلا سيد عبد الله. تفضل سعد. شكرا. أنا أتمنى في نهاية الجلسة من الأخوة اللي قدموا الأوراق يعطونا بعض الحلول. دائما أنا أطالب مع يعني أرى إنه الأوراق تعرض المشكلة بدون الوصول إلى حل. مثلا الأستاذ أسامة يعني المخاوف اللي قدمها، أو هل يعني إنه دول الخليج لا تستطيع أن تستغني عن أمريكا والعكس، هل هذا مثلا حل؟ أنا لا أرى حل. أنا تشخيصي للواقع اللي نحن اليوم فيه أنه على دول الخليج أن تنسى، وأكد عليها أن تنسى، وذكروها الأخوة المحاضرين في أوراقهم، أنه لن يكون كما السابق أنه والله لا يعجبها رئيس هذه الدولة أو تلك أنه تقول لأمريكا تعالوا شل هذا رئيس الدولة، أو أنه يا أمريكا جيب قواتك البرية، هذا انتهى في عهد أوباما كما نلاحظ نحن. فإذا الآن هي أمريكا حسب فهمي أنا لديها طرح جديد في المنطقة، طرح تريد أن تجمع دول المنطقة كلها في قضايا المنطقة نفسها. فلماذا نحن لا نتناول الطرح الأمريكي بشيء من الفهم أكثر من أنه لا نزال في وجهة نظرنا أو في ما يعشعش في أذهاننا كدول الخليج أنه أمريكا ستبقى كما كانت كما كنا نطلب منها؟ أنا أعتقد أنه هذا انتهى في الوقت الحالي، وعلى دول الخليج فعلا أن تعيد حساباتها. طبعا العلاقة مع أمريكا بلا شك أنها باقية ما بقيت المصالح، وهذا يعني شيء صح وليس عليه خلاف، لكن على دول الخليج أيضا أن تفكر كيف أنها تستطيع هذه العلاقة، وليس أنها تلقي اللوم على أمريكا لماذا مع إيران، لماذا مع روسيا، لماذا مع اليمن، لماذا. وشكرا. وتكملة لهذا السؤال، يعني مفروض أنه أيضا دول الخليج أن تفهم أن السياسة الدولية ليس لها فيها عدو دائم ولا صديق دائم، وأن هنالك متحولات كبرى تحصل، وأن القوة ترتفع وتصعد وممكن قوة تنزل، وأن الاستراتيجيات ممكن تتغير. فالسؤال أيضا اللي يمكن أن أضيفه، ماذا أعدت دول الخليج؟ لماذا بس فقط نحن نتحدث عن الجانب الآخر؟ لماذا نلوم الآخرين في كل مشاكلنا؟ كان هذا اللوم على إيران ولا على الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى؟ لماذا دول الخليج هي بنفسها والدول العربية أن تعد العدة للدفاع عن نفسها والمحافظة على أمنها؟ وهناك دول كثيرة في العالم تعمل هذا الشيء، والتحالفات ممكن تتغير، ولكن لابد أن يكون عندك على الأقل من القدرة الذاتية الكفاية بما فيه الكفاية الحماية عن مصالحك وعن وطنك. ننتقل
للمجموعة الطيبة اللي معنا، و ببكا في الأول إذا حبيتي تردي على بعض الأسئلة وخصوصا سؤال من دكتور جون ديورك. بعض النقاط التي أثيرت مرتبطة بانسحاب أو انحسار دور الولايات المتحدة الأمريكية من الالتزام الأمني، أقول كلا، الولايات المتحدة الأمريكية لا ينحسر دورها ولن تنكث بوعدها في أي وقت عاجل. ليس من مصلحة أمريكا أن تقوم بذلك سياسيا، لا سيما فيما يخص الجانب الأمني. أنظر إلى ما يحصل في هذه المنطقة والقواعد. القواعد هنا في الخليج وهي ثابتة ولن تغلقها أمريكا. بالإضافة إلى ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج دول الخليج، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الأمني، تحتاج إليها فيما يخص التحالف العسكري والمبادرات السياسية التي بدأت بقتال داعش. دول الخليج بالفعل يشرعن هذه الأنشطة، والولايات المتحدة الأمريكية تحتاج لهذه الشرعنة. أما بالنسبة للتنافس مع إيران، سأحاول أن أعيد التأكيد على ما قاله أشتن كارتر وما ذكره زميلي في حديثه. دول الخليج اشترت إلى حد كبير سلاحا من فرنسا والسويد وبريطانيا وأمريكا، ومنذ التوقيع على الاتفاقية الإيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية باعت زهاء 20 مليار دولار، 19 مليار منها ذهبت إلى السعودية العربية. وكما قال أش كارتر، هذه الصفقات قد لا تكون الصفقات التي تحتاجها هذه الدول لتذليل العقبات وتنحية التهديد جانبا. ربما يتعين تعزيز القوات الخاصة لمحاولة الدفع بثقل هذه الدول في اليمن وفي دول مختلفة. أما بالنسبة للقوة الضاغطة العربية، لا أعتقد أن ثمة قوة ضاغطة كقوة إسرائيل الضاغطة. الولايات المتحدة الأمريكية بذلت أموالا طائلة في واشنطن للضغط على رجال الكونغرس فيما يخص أمور مختلفة، إيران وسوريا وأيضا المصالح الاقتصادية كما أشرت. إن موقف أمريكا بشأن الإصلاحات، أنا لا أتحدث باسم الولايات المتحدة الأمريكية، أريد أن أقول هذا بادئ ذي بدء، ولكن أقول أن ثمة إصلاحات حاسمة ومهمة تمضي على قدم وساق في دول الخليج، ولكن يجب أن تكون داخلية ويجب أن تنبع من الداخل، وهذا أمر غير مرتبط بالضغوط الأمريكية، وأمريكا لن تصوغ هذه الإصلاحات. أما بالنسبة للدكتور أنتوني، فقد أشار إلى العلاقة بين الكونغرس تحدثت عن التقارب والتباعد، لم أتحدث عن الزواج والطلاق أو الزواج العرفي أو مشاكل ذلك. تحدثت أن هنالك تحالف أو تقارب وهنالك انهماك بين الكونغرس وهو في حده الأقصى ربما، وهذا لافت. بعض الأمور تحدثنا عنها في الكونغرس، الأمر غير مرتبط فقط ببيع الأيواكس إلى السعودية كما كان يحصل في السبعينات، هذا تغير، هناك أفق جديد وغير مسبوق، وثمة الكثير من المصالح المشتركة إزاء ربما عدم انعدام الثقة مع الإدارة الأمريكية، لا سيما السياسات المتبعة من قبل أوباما وعثراته. في بعض الأحيان هذه المصالح قد تغيب وبعضها قد يبقى. بالنسبة للنقطة الأخيرة، السيد الذي تحدث عن لحمة دول مجلس التعاون الخليج، الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تعزز وتريد لحمة هذه الدول، تريد لهذه الدول أن تشكل كتلة
أيضا عسكرية، وهذه جزء من المبادرة المرتبطة بالتدائب وأيضا منظومة الدفاع البالستية. وأمريكا تريد أيضا لحمة سياسية أكبر، ولكن أمريكا لا يمكن أن تستحدث هذا، ولا ينبغي أن تفعل ذلك، ولا أن تفعل ذلك. هذا منوط بدول مجلس التعاون الخليجي، وأنا أتفق معك تماما. بدأنا ندخل في الموعد الجلسة الثانية. ونيلي أوب. باختصار شديد، معنى لن أستطيع أن أجيب بالتفاصيل. دكتور حيدر، أنا لا أختلف مع ما تفضلت به، هذه نقاط حاضرة، لكن الاهتمام الرئيسي بالنسبة للسعودية كما عبرت وكما عبر الأمير سعود الفيصل أن قدمت العراق على طبق من ذهب للجانب الإيراني، هذا تصريح للأمير ليس تصريحا لي، فأنا لا أتحدث بقناعاتي، أتحدث مما قيل، ولم أحاول أن أذهب ما وراء في النوايا. هذه مسألة. طبعا نقطة سريعة بالمناسبة، المالكي لم يصل إلى رئاسة الوزراء في 2006 حسب الرواية الرسمية الأمريكية إلا بتدخل قاسم سليماني في اجتماع سري قيل أنه عقد في المنطقة الخضراء دون علم الولايات المتحدة. هي تعلم لا تعلم، هذه مسألة أخرى، هم هكذا يقولون. الآن عندما أنا لم أفهم سؤال الأستاذ هناك بشكل جيد، I agree with my أنا أتفق مع زميلي وأتفق معك، وأعتقد أنني ذكرت هذا في عرضي. نعم، أن دول الخليج تملك قدرات أكبر من مقارنة مع إيران، لكن أعتقد الاهتمام الرئيسي لدول الخليج ليس الجيش التقليدي أو القدرة التقليدية لإيران، بل هي الحروب بالوكالة التي تقوم بشأنها في المنطقة. هذا ما يهمهم. نعم لديهم S-400 اليوم والS-300 من روسيا، لكن المملكة العربية السعودية والخليج يملكون أيضا طائرات الباتريوت، صواريخ عفوا الباتريوت. إذن يمكنهم أن يتعاملوا مع القدرة التقليدية لإيران، لكن المشكلة هي الحروب بالوكالة والأنشطة المزعزعة لإيران في المنطقة. دكتور أنتوني، أنا أتفق مع كل ما قلته. المشكلة بسبب الوقت، ضيق الوقت، لم تمكن من الدخول في العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والسعودية، بدأت طبعا في العشرينات والثلاثينيات، لكنني انطلقت من 1945 كنقطة مرجعية. لقد أطلقت العلاقات الدبلوماسية استراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية، لقد فعلا اخترتها كنقطة مرجعية فقط. بالنسبة للأستاذ، يعني أنا مش الناطق باسم الحكومة السعودية، ولا أنا الناطق باسم دول الخليج، هذا قرار خليجي، دول الخليج هي التي ينبغي أن تعبر عن إرادة سياسية. نعم أنا أتفق معك، هل هو قدر للتحالف الأمريكي الخليجي؟ لا، ليس قدرا، لكن هذا هو قدر الآن، ما دام أنه لم تضع البنية التحتية لاستقلال خليجي عن المظلة الحمائية الأمنية والعسكرية الأمريكية. فالمسألة ليست أني لا أطرح حلول، الحلول ينبغي أن تكون خليجية، وليس هذا موضوع ورقتي يعني، فحتى نكون واضحين. بالنسبة أنه السعودية بتنتج 9 مليون 7 مليون ولا 90 مليون، أنا أستخدم أرقام إحصاءات، يعني ممكن نختلف فيها، ممكن مع بركة جوجل اليوم أي واحد الآن يطبع ويشوف إيش الموجود، لكن بشكل عام يعني هذه أرقام حصلت عليها خلال الدراسة، وممكن تكون خطأ، مش مشكلة يعني. وشكرا. شكرا لك. ترسم اختصار يعني نص دقيقة بس. أنا ما بدي أرجع أفوت بالمواضيع، ولكن بدي أقول إنه الطبيعة كما هو معروف تكره الفراغ، ونحن نفتقد، ولازم نقول الأمور بصراحة، نفتقد إلى الكفاءة في إدارة اجتماعنا السياسي المعقد. افتقادنا للكفاءة عم يترك فراغات في الداخل يتسلل إليها الخارج. الدول ليست جمعيات خيرية. افتقادنا للكفاءة في إدارة العلاقات الإقليمية يترك فراغ يتسلل إليه الخارج. أنا أذكر منذ نعومة أظفاري المؤامرة الأمريكية، المؤامرة الإسرائيلية، المؤامرة التدخل التركي، التدخل الفرنسي. وإذا بقينا كذلك، أنا في رأيي يعني افتقادنا للكفاءة في إدارة اجتماعنا السياسي بعد 5 سنوات ستنعقد ندوة هنا عن تدخل زيمبابوي في شؤوننا الداخلية. شكراً. شكراً لكم، وشكروا معي أعضاء الجلسة. شكراً لكم. شكراً.